بسم الله الحمد لله، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله راح نتكلموا على النتر. النتر وشنو هو؟ كثير من الكهربائيين، كثير من الناس اللي يعملوا في المجال الكهربائي ما يفرقش ما بين النتر والمواتع التيار المستمر، فيدير ما يعرفش ما يفرقش ما بين وشنو هو الكورون كونتيني والكورون ألترناتيف. والعدة اسئله يجو كونسيرنون لو نوتر شنو هو، فيه تريسيتي ما فيهش، بالنسبه بعض لي ماشين تري فازي يقول لك علاش ما نديروش لو نوتر، عندنا يمشي غير بلي 3 فاز. اليوم ان شاء الله نسيو نريبوندو على هذا السؤال. هذا بالنسبه نبداو من الباز، نعرفوا لازم تفهم حاجه اوطون تاع كوراك الكتريسيان، لازم تفهم حاجه بلي كاين زوج نواع تاع تريسيتي. الا حبيت تفهمها بهذا اللونغاج هذايا، زوج نواع تاع تريسيتي. النوع الاول اللي هو لو كورون كونتينيو، التيار المستمر، ولا الدايركت كورنت، الرمز تاعو سي لو دي سي، دي هذا و سي دي سي. هكذا هاد لو كورون هذايا شنو هو؟ هو لي كور لي الكترون يمشوا من القطب السالب حتى القطب الموجب، فيدير من البول نيجاتيف للبول بوزيتيف، ماشي العكس، ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف. هذاك كي نرسمو حنايا في لي شيما نديرو من البوزيتيف للنيجاتيف، هذاك يعيطولو سي لو سونس كونفونسيونيل، فيدير الاتجاه المتفق عليه. بار كونتر هذا هي الاتجاه الحقيقي من نيجاتيف رايح للبوزيتيف، هذايا واش نعيطولو؟ قلنا تيار مستمر لو كورون كونتينيو. علاش سي بور سا لي نرسمو هكذا كونتينيو، كونتينيو في الوقت بيان سو، كونتينيو دون لو تون هكذا. دوك وين نقدروا نلقاو لو كورون كونتينيو؟ نقدروا نلقاوه في اون باتري، باتري تاع طوموبيل، ولا نقدروا نلقاوه في اون بيل، اون بيل تاع تليفون، ولا لي بانو فوتوفولتايك لي راح يجينيرو بيان سو ان كورون كونتينيو. شكون اللي اختار هاد الكورون كونتينيو؟ هو بيان سور مسيو إيديسون، هو البريمي اللي دار ان ريزو اون كورون كونتينيو في اون امريك. صح، هذا النوع الاول. النوع الاول قلنا لو كورون كونتينيو. دوزيام تيب تاع الكورون واش هو؟ الكورون الترناتيف. واش هو الكورون الترناتيف؟ بيان سور الرمز تاعو سي لو ا سي، لي زاباري الكتريك اكسيتيرا تلقى النوع ا سي، الاخر قلنا دي سي، هذا ا سي. كاركتيرستيك تاعو الاول فيه ديفيني بار لا فريكونس اف، عنده ان فريكونس. بار كونتر في الدي سي ما عندناش لا فريكونس، ما هضرناش على الفريكونس، هنايا عندنا لا فريكونس اف. واش حاب يقول لو كورون الترناتيف؟ بالنسبه بزاف الناس اللي راهم يخدموا في الدومين هذا تاع تريسيتي، يقول لك عندي البلوس والموا. هكذا في البلوس والموا واش قلنا؟ راك تشوف هنايا لو كورون، لو سونس تاع لو كورون راه دايرو من البوزيتيف للنيجاتيف، باسكو هذايا لو سونس كونفونسيونيل. بار كونتر قلنا حنايا في لو سونس ريال، لو سونس ريال لي شارجي الكتريك ولا لي يخرجوا من البورن نيجاتيف ورايحين للبورن بوزيتيف، هذا في الكورون كونتينيو. بار كونتر يا جماعه الخير، لو كان نروح للكورون الترناتيف، الكورون كيفاش يولي يمشي على هادي ستين لامب؟ لامبا كيفاش يمشي؟ يمشي هكذا هنا نقولو الفاز، وهنا النوتر، يمشي من الفاز حتى للنوتر، ومن بعد يمشي من النوتر ورايح للفاز، فاز نوتر فاز نوتر. بدير هاي ليك يا جماعه، هاي ليك لا لامب تاعي، بدير هاك 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 هاك. مش حب يقول معناته إذا كان هذه فازة وهذا نتر، شوف الكورون كش رايح ويولي، يروح ويولي، يروح ويولي، معناته النتر راه يجوز فيه كورون. بدير النتر ماهوش نتر، هذه معلومة الأولى. النتر هنايا بزاف ناس اللي تصدمهم هاد الشيء هذا، يقول لك النتر اللي النتر فيش تريسيتي هكذا. لكن هنا لازم تعرفها، فيدير انت هذيك لا لامب هذيك اللي تحطها وتعطيها ان كورون الترناتيف، فيدير تطفى وتشعل 50 مره في ثانيه واحده، 50 مره في ثانيه واحده، هذا هو الفريكونس، باش نقولوا 50 هرتز،
هكذا الفات باش تقول 50 هرتز فيدير راك اون الترناتيف فيدير عندك الفريكونس الفريكونس 50 هرتز بيان سير اون امريك نقولوا 60 هرتز يخدموا عندهم دي نورم تاعهم يخدموا ب 60 هرتز نزيدو نافونس شويه دوكا دوكا فرقنا ما بين الكورون كونتينيو قلنا نلقاوها في لي باتري اكسيتيرا في لي بيل اكسيتيرا وقلنا عندنا لو كورون الترناتيف وين نلقاوه نلقاوه لي بريز لي بريز تاع الدار بريزه تاع الدار هذيك تعطيني كورون الترناتيف عندنا ان بريز تري فازي عندنا لي ترانسفو يمشيو بالالترناتيف لي جروب الكتروجين يمدوا لنا كورون الترناتيف لي سنترال لي يخلقوا لنا تريسيتي بيان سور يخدموهم لنا اون الترناتيف شكون سي المسيو اللي خرج منا هاد اللي اخترع هاد الكورون الترناتيف سي بيان مسيو نيكولا تسلا لو برينسيپ كيفاش نقدر نخدم ان كورون الترناتيف دوك نشدو انيمو قدام ان بوبين هكذا واش يخصني يخصني ان موفمون فدير هاد لي مون هذا لو كان ندير له ان موفمون يتحرك قدام هاد لابوبين هادي راح يكري لي ان كورون اللي راح يمشي لي في هاد لي دو بورن تاع لابوبين هادي هذا لو برينسيپ انيمو نشد كل واحد كيفاش يعيطوا له في الجزائر كاين يقول ايمو كاين مغناطيس نتفاهموا عليه كاع مغناطيس لو كان نحركه قدامي ان بوبين راح يخلق لي ان كورون في اللزم وهذا هو لو برينسيپ دو باس تاع الالترناتور نحطوا تروا بوبين كل بوبينه بعيده على اختها 120 دوغري 120 درجه وفي الروتور واش نحطوا انيمون بيرمانون ولا نديرو دي بوبين لي نكسيتيهم بالكورون كونتينو هكذا وهذاك الروتور هذاك لازمنا تكون عنده ان روتاسيون تشوف هنا لا فلاش هذيك واش راهي رايحه هاد لا فلاش هادي لا روتاسيون تاع الروتور هذايا راح تخلق لي 3 فاز تري امبورطون فيدير انا في سونترال في السونترال نخدم 3 فاز فاز الاولى فازا دوزيام والفازا تروازيام وراه النتر وراه ما نخدموش النتر نخدمو تروا فاز وحتى في الترانسبور نشوفو عندنا تروا فاز واحد زوج ثلاثة دائما نشوفو تروا فاز جامي نشوفو ربعة لي فيل هكذا وقتاش نشوف ربعة لي فيل نهار اللي نلحقو للبوست الاخر بوست ترانسفورماسيون الاخر كاع اللي كاين قدام قدام الدار ولا قدام لابيتا هكذا يعني اخر ترانسفو قدام الدار وراح يمد لنا المونوفازيل تما اللي راح نشوفو يدخلوا 3 فيل ولا 3 كابل ويخرجوا 4 كابل الكاتريام كابل هو لو نوتر كيفاش يصرى كيفاش حتى نلحقوا يدخلوا 3 كابل اللي هما 3 فاز ويخرج لي 4 كابل فيدير الكاتريام هو لو نوتر حنا لازم نتفاهموا حاجه واحده اخرى في تري فازي تفهموا على حاجه واحده اخرى في تري فازي حنايا كي يكون عندنا اون سامبل لامبا هايلك هكذا هذه تمشي بالمونوفازي تعطيها فاز والنوتر قلنا تشعل الانتريبتور الكورون كيفاش يمشي هنايا ومن بعد كيولي يمشي هكذا فهمنا عليها هذه الالترناتيف مره زوج ورايحه شحال 50 مره هكذا 50 مره في ثانيه واحده هكذا اللي هو قلنا الهرتز بار كونتر انا لو كان عندي الريسيبتور تري فازي هكذا ولا انشارج تري فازي هكذا موتور عندي موتور اللي عنده يمشي بتروا فاز بيان سور الموتور عنده تروا بوبين كل بوبينه عندها دوز اكستريميتي هكذا هذه بوبينه عندها اكستريميتي هذه فيدير شحال نخرج بسته تروا بوبين يخرجوا لي سته لي اكستريميتي جماعه الخير لو كان نمد لهنايا فازا الاولى فازا دوزيام فازا تروازيام من تروا فاز اسكو راح يمشي الموتور ما يمشيش الموتور علاش فيدير هكذا نمشي هكذايا نمد هنايا فاز 1 فاز 2 اي فاز 3 فاز 1 فاز 2 اي فاز 3 وهنا نخليها اوفر هكذا
هاوليك الموتور المدى هنايا فاز ان فاز دو فاز تروا، وهنا نخليها مفتوحه. الموتور في حياته راح يمشي ما يمشيش، وعلاش؟ باسكو السيركوي راهو مفتوح، السيركوي راهو مفتوح فدير ما كاش كورون. الا قلنا السيركوي مفتوح ما كاش كورون، كيفاش نغلق السيركوي؟ عندي دو بوسيبيليتي، اللي هو الكوبلاج، نعيطوا له الكوبلاج. الكوبلاج الاول اللي هو التريانجل، هذا هو الكوبلاج الاول، نديروه اون تريانجل، نربطوه هكذا. البوسيبيليتي هو بيان سور كيفاش ندير في الموتور انا هذايا، كيفاش نربطو اون تريانجل. عندي دي بارات، بارا نحطوها هكذا، اون بارات هكا، اون بارات هكذا، اون بارات هكذا، نقول راني اون تريانجل هكذا هكذا، راني اون تريانجل. كيفاش نربطهم لك لي بارات كيفاش يجو؟ بار كون دوزيام كوبلاج شنو هو؟ هو لو كوبلاج ايطوال. نقدر نربط هاد كاين دو بوسيبيليتي، ما عنديش تروازيام بوسيبيليتي. سوا قلنا تريانجل اللي يعيطوا له دلتا اون انجلي، ولا مثلثي بالعربيه. سوا دوزيام مونتاج اللي هو لو دوزيام كوبلاج، نحطوه اون ايطوال، ولا نعيطوا له ايطوال، ولا نعيطوا له ستار اون انجلي، نجمه بالعربيه. وهنا هاد الكوبلاج دوزيام هذا هو اللي راه بون بيان سور. هذا كيفاش نديروه في الموتور تاعي الا حبيت نربط اون ايطوال؟ مقبل قلنا تريونجل هكذا، جا ليطوال نربطو هكذا. وهذا هو جماعة الخير، هذا هو لو نوتر. حنا مقبل واش قلنا باش نريبوندو على سؤال تاع مقبل، كيفاش حنا من السونترال نخدمو؟ هنا من السونترال قلنا حنا نخدمو هنا سونترال نخدمو 3 فاز، سونترال نخدمو 3 فاز. دونك نمشو في ترونسبور نمشو 3 فاز. وقتاش قلنا يخرجوا لي لي 4 فاز؟ هنايا في البوست ترانسفورماسيون. كيفاش حتى يخرجوا لي 4 اسمو بدر يخرج لي الناتر؟ كيفاش يخرج؟ يخرج هاليك ليكسبليكاسيون تاعو. ندخلو للترانسفورماتور هذاك كوبلاج تريونجل. دونك فهمتوا شنو هو شنو هو لو كوبلاج؟ لو بريمير تاعو نكوبلوه اون تريونجل، الدوزيام نكوبلوه اون ايطوال. وهنايا هاد النقطة هادي الوسطانية، هاد النقطة هي لو ناتر. تفاهمنا؟ عندك تروا فاز، هاوليك لو ناتر. هاد لو بوان هذا هو الناتر. الا حبيت دير هكذا تزقم برك لو سمو نتاعك تخدمو مليح هكذا، هاوليك لو نوت. هادي فاز الاولى، فاز دوزيام، فاز تروازيام، وين يتلاقاو لي تروا فاز؟ فيدير الكوبلاج، ماهوش منا منا الى درتو راح فيدير دير كور سيركوي. منا باش تغلق السيركوي قلنا عندك دو بوسيبيليتي، الى درت كوبلاج تريونجل ما تسحق ما عندكش النوتر، ما كاش معنى للنوتر في الكوبلاج تريونجل. في تريونجل ما عندناش النوتر جماعه الخير، في تريونجل ما عندناش النوتر. في الاطوال ملتقى اللي تلاقاو فيه لي 3 كابل ولا 3 فاز اللي حبيت هو يعطيني لو نوتر. حتى لدركا ماما ان شاء الله رانا تفاهمنا باللي النوتر هو وين يتلاقاو لي 3 فاز في الكوبلاج، ماشي من هاد الجهه اللي منا. بالك تروح تشد لي 3 فاز تحطهم مع بعضهم كدير كور سيركوي، نو. في الكوبلاج قلنا لي 3 كابل وين يتلاقاو؟ الا درتو الا درت كوبلاج ايطوال معناته هنا، الا درت كوبلاج ايطوال معناته هذا هو لو نوتر. صح، حتى دركا تفهمنا ليطوال لو نوتر هو الكوبلاج ايطوال. في فيدر الكوبلاج ايطوال تاع ترانسفورماتور الاخر، فيدر نتايا في دارك ولا في وين تلقى المونوفازي، النوتر شنو هو؟ في الترانسفورماتور الاخر عندك فازا والنوتر، فازا والنوتر، فازا والنوتر هكذا. انت يا في الدار تاعك عندك فازا والنوتر، ولا فازا دوزيام والنوتر، فازا تروازيام والنوتر، هذا واش كاين هكذا. دوك نروحو نشوفو بعض الخصائص تاع النوتر هذا وشنو هو. كاين واحد الفيديو هذا، دوك نحط لكم ان شاء الله، نقلب على هذا الفيديو هذا ندير لكم
الرابط تاعو تحت الفيديو هذا اللي حاب يشوفه. احنا ما عندناش وقت باش نتبعوه ولكن نشرحه لكم. حتى الان ان شاء الله رانا تفاهمنا وشنو هو لو نوتر. النوتر هو قلنا الملتقى تاع لي تروا الكوبلاج اون ايطوال، هكذا النقطه هذيك تاع البوان كوما هذاك، هذاك هو لو نوتر. دوكا باش نزيد نتعمق شويه وشنو هو لو نوتر، هذاك السيد هذاك اللي قلنا الفيديو هدايا، دوك ان شاء الله ندير لكم الرابط تاعو هدايا اللي حاب يشوفو يشوفو. انا نسبليكي واش كان يحكي في واش كان يحكي في هذا الفيديو هدايا. شد عنده 3 فاز، عنده النوتر، دار كل فازه بروتيجاها ب في كل فازه بروتيجاها بار ديجونكتور اوني بولار، ودار 3 لامب، اون لامب تاع 75 واط في كل فازا. بار كونتر في التروازيام فاز زاد اون لامب و بيان سور بروتيجي بار ان ديجونكتور. النوتر الثاني دار له ان ديجونكتور اوني بولار. بسم الله بدا واش دار؟ دار شعل لا بريمير لامب، شعل لا بريمير لامب، ميزورا الكورون بيان سور. لا طونسيون ما بين فاز والنوتر شحال عندك؟ 220، هذه ما مفروغ منها. الى فاز النوتر 220، فاز النوتر 220، هذا هي لو نوتر هكذا. دوك ميزيرا الكورون، ميزيرا هنايا لقاه 140 ملي امبير، وفي هذا لو كوم هذا ما بين لي لامب كاع هنا 140 ملي امبير اوتوماتيكمون. 140 كي تدخل لهنا شحال يعطي لك؟ 140 ملي امبير. بور لانستون رانا متفاهمين. شعل اللومبا الاولى هنا في النوتر هذا 140 ملي امبير، وهنا 140 ملي امبير. زاد شعل اللومبا دوزيام، طلع فيدير، طلع ديجونكتور هذا بيان سور هذا يكون طالع. طلع الاولى قلنا 140 ملي امبير، زاد طلع الدوزيام 140 ملي امبير. فيدير لا لوجيك هنايا في الكوما، هنايا قلنا 140، هنايا 140، لا لوجيك هنايا شحال راح يكون جماعه الخير؟ نورمالمون شحال تلقى؟ تلقى ابي بري 240 يا اخي 280 ملي امبير، سي سا لا لوجيك. مي الله غالب 140 ملي امبير. كيفاش ملي امبير؟ هنا يخص لو ا ماجيسكول هذاك. كيفاش نفسروها هادي؟ عندنا لومبا في الفازة الأولى شاعلة عطاتني 140 ملي أمبير، في الفازة زدنا لومب دوزيام، نورمالمون هنايا الكورون اللي راح يكون في الكوما هنا لازم يكون لا صوم تاع لي دو كورون، هادي هي لا لوجيك. بصح هو صاب 140 وحدة، علاش؟ التفسير تاعها أن حنا واش قلنا من قبيل؟ قلنا هنايا كورون الترناتيف، ما تخلطش ما بين الكورون الترناتيف والكورون كونتينيو. دير مليح في راسك هنايا، راك في الكورون الترناتيف. الكورون الترناتيف حنا واش قلنا؟ قلنا هاد اللومبا راهي تشعل وتطفى 50 مره في ثانيه، و سي لو ميم ريزو. هاد اللومبا هادي راهي تشعل وتطفى 50 مره في ثانيه، معناه ان لما هادي تكون شاعله بيان سور انت بالعين المجرده تاعك بعينك ما راحش تشوف. هاد كي تكون شاعله هادي تكون طافيه، هادي كي تكون شاعله هادي تكون طافيه، معناته راهم يخدموا بالتناوب الترناتيف. سي بور سا انايا كي نميزوري هادي 140 ملي امبير، 140 ملي امبير هنايا لو ميزور لي انستونطاني، فيدير لو كورون تاع واحد من هاد لي لامب هادوما، باسكو لي تيلمون رابيد. هكذا كاينه وحده يتشعل وحده يتطفى، وحده يتشعل وحده يتطفى. لو كان جا ان كورون كونتينيو هنايا سي فري لا سوم ديرو 140 و 140 نلقاو 280 هكذا، ولكن كي راه عندنا كورون الترناتيف هكذا قلنا وحده يتشعل الاخرى يتطفى، وحده يتشعل الاخرى يتطفى. في الكوما صاب في النوتر كوما صاب 140 ملي امبير مالغري كو كاين زوج لامبات راهم شاعلين. كمل ليكسبيريونس تاعو، زاد طلع دي تروازيام ديجونكتور. كي طلع تروازيام ديجونكتور بيان سور هنا قلنا 140 ملي امبير، هنا 140 ملي امبير، وهنا شحال؟
140 ملي امبير. وعلاش 140؟ بيان سير باسكو لي 3 لامب راهم ايدونتيك، وحده تشبه في اختها، في ثلاثة راهم يتشابهوا. استغفر الله. هنا 140، هنا 140، هنا 140 ملي امبير. لي 3 لامب قلنا لي 3 شارج راهم ايكيليبري كيف كيف هكذا. فيدير شحال راح يلقى في النوتر كوما؟ كيما زيرا في النوتر كوما صاب 0 امبير، 0 0 امبير. وهنايا يقدر حتى ينحي الناتر، يقدر يفاسيه الناتر كاع ينحيه. هذا ديجونكتور تاع الناتر يقدر يهبطو ينحيه، وتقعد يقعدوا لي 3 لامب شاعلين عادي عادي، يقعدوا لي 3 لامب شاعلين عادي. كيفاش نفسروها؟ حنا مقبل قلنا هنا كان 140، وكيش عندنا الدوزيام قعدنا في 140 باسكو قلنا يتناوبوا هكذا. لي 3 لامب كيشعلوا في 3، لي 3 لامب الكورون هذاك راهم يطانيلو ما بيناتهم في 3، واحد مع الدوزيام مع التروازيام يطانيلو بيناتهم. فيدير لا سوم تاع لي 3 كورون في تري فازي كيكون لا شارج ايكيليبري. ديرها مليح في راسك، كيكونوا لي شارج ايكيليبري لا سوم تاع لي كورون شحال يعطيلك؟ يعطيلك 0 امبير. فيدير النوتر تقدر حتى تنحيه عادي هكذا. يكمل هو اللي يحب يروح يشوف الفيديو يروح يشوفه، يكمل الاكسبيريونس تاعو تري امبورطون ديك الفيديو مليح، يكمل الاكسبيريونس تاعو يزيد يطلع ديجونكتور هذا تروازيام ولا شحال كاتريام هكذا. شعلو شعل هكذا، شعلت لا كاتريام لامب. واش معناه هنايا؟ واش درنا؟ لا تروازيام فاز راهي فيها دو لامب، بار كونتر فاز دوزيام فيها لامب. فاز هنايا واش نقولوا؟ رانا في ديزيكيليبر، رانا في ديزيكيليبر. كي شعل لا كاتريام لامب شحال صاب هنا في الكوما؟ بيان سور هنا قلنا دوكا واش عندنا؟ عندنا 140 ملي امبير، 140 ملي امبير، 140 ملي امبير، 140 ملي امبير. وفي الكوما هنايا شحال راح يلقى؟ سي لوجيك الا كان هاد الثلاثه اللي 3 كورون هادو ما يطانيلو بيناتهم، فيدير لا سوم تاعهم ايغال ا زيرو. قعدت هذه هي اللي تمد الكورون تاعها. فيدير في الكوما شحال راح يكون؟ راح يكون 140 ملي امبير، 140 ملي امبير. معناه النتيجه اللي نخرجوا منها هنايا في هذا الفيديو هذا قلنا تري 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 امبورطون تفهم هذه الحكايه هذه. معناه ان النوتر هذا النوتر هذا هو النوتر لما يكونوا لي شارج ايكيليبري، فيدير الى درنا لا ميم شارج في لي 3 فاز لامبا 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 ولا موتور ولا اي كان، الا كانت لاستالاسيون ايكيليبري النوتر الكورون في النوتر ايغال شحال؟ زيرو اذا كان لي شارج ايكيليبري. فهمتها؟ نعاودوها. قلنا الا كان لي 3 لي 3 فاز عندهم دي شارج ايكيليبري، فيدير لا شارج اللي راهي هنا هي اللي راهي هنا هي اللي راهي هنا، معناه ان الكورون في النوتر ايغال زيرو، الكورون في النوتر ايغال زيرو. بار كونتر الا كان لو ديزيكيليبر كي زدنا هاديه، الا كان فازا من الفازات وحده من لي فاز عندها بلوس دو شارج على خاوتها، واش يصرى؟ يظهر لي كورون في النادر، يكون كاين في النادر. معناه ان لما انا نلقى كورون في النادر نميزوري كورون في النادر، معناه الانستالاسيون لي ديزيكيليبري. الى لقيت الكورون في النادر ايغال ا زيرو، معناه ان لا شارج لي ايكيليبري، لي شارج تاعي ايكيليبري. حتى لهنا مليح، نحطو نقطه، نحطو نقطه لهنايا. فهمنا بور لانستون، فهمنا وشنو هو الكورون كونتينيو وشنو هو الكورون الترناتيف، تفهمنا عليه. قلنا وسورتو بور الكورون الترناتيف، قلنا بزاف ناس يخلط يقول لك البلوس والموا، اوركو في الالترناتيف ما عنديش البلوس والموا، عندي فاز والنوتر اللي راح باش يشعلوا لومبا. قلنا يروح الكورون يدخل ويخرج، يدخل ويخرج 50 مره في ثانيه، هذا معلومه. معلومه دوزيام قلنا باللي النوتر ما هو الا لو بوين كوما، نقطه الاشتراك ولا الكوبلاج ايطوال. قلنا هو الكوبلاج، تفهمنا شنو هو لي كوبلاج؟ قلنا عندنا دو كوبلاج. وين نلقاو لي كوبلاج؟ نلقاهم في تري فازي. الكوبلاج ايطوال هو اللي يمد لي النوتر،
قلنا الكوبلاج ايطوال تاع لو ديرني ترانسفورماتور اللي راه قدام الدار ولا اللي راح يمد لك المونوفازي من تم اللي راح يخرج لك لو نتر هكذا. ومن بعد زدنا افونسينا شويه قلنا هذاك الفيديو ما عندناش الوقت باش نشوفوه، اللي حاب يروح يشوفه يتفضل. وشرحنا واش كاين داخل الفيديو هذايا وتفاهمنا على ليكيليبراج. قلنا كيكون لانستالاسيون الي ايكيليبري معناته لو كورون في النوتر ايغال زيرو، بار كونتر اذا كان لانستالاسيون الي ديزيكيليبري نلقاو كورون في النوتر. حتى الان بنينا هاد المعلومات هادوما صافا ان شاء الله خير. دوكا حنا باش ريبوندينا وشنو هو لو نوتر. شوف مليح هنا هاد الفيديو هذا لقيتو سير فيسبوك. شوف هنايا الراجل يشد موتور، يشد موتور تري فازي اليمونتي بطروا فاز. هنا راهي 380 فاز نوتر، راهي 380 جماعة الخير. درلو كوبلاج ايطوال ورد بالكم رحمة على هكذا بالك واحد يروح يسيها. يعني انا منا نحذر جميع الناس، رد بالك من الالكتريسيتي دونجي كبير الالكتريسيتي، رد بالك انسان يغويه الشيطان يروح يحط صباعه ولا في الكهرباء. انا نحذر من هذا الشيء، انا نحذر من هذا الشيء، ولكن جوست باش نفهم الناس. انا هذا فيديو صبته سير انترنت هذا باش نفهمكم وشنو هو لو نتر هكذا، ولكن حذاري جد 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 فراكسيون سكوند تكون في الجهه الاخرى تقتل الكهرباء. والا كتب ربي ان شاء الله مع الوقت راح نزيد ندير دي فيديو ان شاء الله باش نسبليكي لو دونجي الكتريك، نقصروا على لي ريسك الكتريك هكذا. فهنا هذه بين قوسين رد بالك تروح تحط صباعك في حاجات كيما هذا، ولكن هنا جوست باش نسبليكي نشرح وشنو هو لو نتر. هنا عندك تروا فاز، لو كان يحط صباعه من جهه منا والموتور راه يدور، الموتور راه يدور هكذا كي شوف لومبا كي يشعلها بين فاز النوتر، لومبا راهي شاعله ويحط يدو هنا، ويحط يدو هنا لو نوتر ما فيهش تريسيتي. وعلاش قدر يحط يدو هنا؟ باركون لو كان يحط له يدو هنا يروح يطرق الجبانه ديريكت يموت هكذا. علاش قدر يحط صباعه في الكوتي الاخر؟ قلنا حنايا هذا الكوبلاج ايطوال هذا هو لو نوتر هكذا. علاش؟ باسكو داخل الموتور عندك تروا بوبين ايدونتيك، تفهمنا؟ داخل الموتور عندك تروا بوبين ايدونتيك فيدير لا سوم دي كورون، تبع مليح لا سوم دي كورون تاع اللي راهم داخل لي بوبين ايغال ا زيرو. وحده ثاني اللي اختها هنايا سان سيستم ايكيليبري، باسكو داخل البوبينه داخل الموتور عندو تروا بوبين ايدونتيك، كي ربطهم اون ايطوال عطالهم لي تروا فاز يقدر يتوشي هنايا. لانه هذه قلنا ورد بالك ما ديرهاش رحمه على هكذا، ندير حسوالك كيما تفون خاف يعني. هنا هذا هو لو نوتر. علاش قلنا؟ باسكو كاين دي شارج ايكيليبري لداخل، عندك تروا فاز ايكيليبري. دوك باقي لنا واحد السؤال، كاين واحد السؤال تفاهمنا. دوك تكون عندك انستالاسيون ايكيليبري الكورون في النوتر ايكالا زيرو، كيكون ديزيكيليبري تلقى سيرتان كورون في النوتر. استغفر الله يا جماعه. الى هضرنا على ليكيليبر، الى هضرنا على ليكيليبر اون انستالاسيون دوني في اي انستالاسيون، من سابع المحال اننا نلحقوا ليكيليبر، من سابع المحال. علاش؟ لان لما تكون انت عندك فيلا هكذا، عندك فيلا برومي ايطاج راه ماليمونتي بالفازه الاولى، دوزيام ايطاج راه ماليمونتي بالفازه 2، والتروازيام ايطاج راه ماليمونتي بلا تروازيام فاز. فيدير في البروميير ايطاج يقدر البروميير ايطاج راه ميتال راه شاعل كليماتيزور وشاعل الضو كلش، ليطاج الوسطاني ميتال ما كانش وراه فاكونس ولا، ليطاج التروازيام شاعل غير لومبا برك هكذا. فيدير ليكيليبر تاع لي فاز هذايا من سابع المحال انك تلقاه
في تلقاه في لي زانستالاسيون مسابع المحال. تقدرش ما تقدرش لي 3 فاس تعطيهم لي 3 شارج ايكيليبري سابع المحال. يعني ورغم هذا نلقاو حنايا النوتر في لي زانستالاسيون تاعنا في الدار ولا باللي الكورون في النوتر نلقاوه ايكالا زيرو. هذا هو السؤال. وعلاش وعلاش حنايا في لي زانستالاسيون تاعنا جماعه الخير ماغري لو ديزيكيليبر حنا تفهمنا دوك هذيك المعلومات اللي ديناهم دركا الحمد لله. هكذا السؤال اللي راه جاي وعلاش النوتر الكورون فيه ايكالا زيرو مالغري لو ديزيكيليبر في لي زانستالاسيون تاعنا تاع الدار تاع الديار. هكذا الاجابه ان شاء الله راح تكون ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله. اذا كان عندكم دوتر كيسيون ان شاء الله باش نبريبارو بهم دوتر فيديو ان شاء الله بيان سور حطوهم داخل في لي كومونتير. ما تنساوليش بيان سور ان جيم بتي جيم انا دايرينو غراتوي سور سو لو فيديو بيان سور. سوايي بوزيتيف و بارطاجي لو فيديو هذايا باش يكون استفاده كبيره من هذا الفيديو ان شاء الله. لو جيم بيان سور نو انكوراج باش انكوراجينا ان شاء الله. بيان سور الا حبيت تشوف لي بروشين فيديو ما تنساش صابوني هذا ثاني ان سيرفيس انا دايرينو غراتويتمون. و بيان سور بيان سور نون سيلمون كي تكون ابوني في لاشين تاعنا هذيا بيان سور. الحمد لله شوف درت غير دو فيديو برك راني قريب 50 تقريبا راني في الربعينات تاع لي زابونمون الحمد لله هذه حاجه تنكوراجيني. هكذا نو سيلمون قلت لك تابوني زيد عندك هاد اسمها الجرس هدايا زيد وسي عليه باش يولي يجوك لي فيديو تاعنا اون بريمي ان شاء الله. هكذا تحب بلوس تاع لي زانفورماسيون ولا لاباج فيسبوك تاعنا هذه هي حوري.ulti. نيميرو التليفون تاعي انا في الجزائر بيان سور هذا هو من خارج الجزائر بلوس 213 زائد 213 اللي حاب يتصل بيا مباشره ولا حاب مام لي فورماسيون تاعنا باش يسقس على لي فورماسيون تاعنا ولا ينتقل لي فورماسيون تاعنا ولا مرحبا بكم. واش بقى نقول لكم غير اتهلاو في روحكم وان شاء الله كان الفيديو مليح ونتلاقاو في الفيديو ان شاء الله الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.